السلام عليكم، مرحبا بكم على سلامتكم. نشكر كل المتابعين القدام والجداد، ونشكر ابو ساجد للدعم اللي عطاه لي، ونشكر جزيل الشكر. والمحتوى اللي نديره لكم ان شاء الله يكون يعجبكم ان شاء الله في متناولكم، وشكر جميع المتابعين. السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا بكم. مرحبا بكم، على سلامتكم من جديد. عشتكم جديد. وصفة من وصفاتي اللي تعجبكم دائما في متناولكم. اليوم عندنا الوصفة تاع البسبوسة بلا كريم، نديروها تجي ما شاء الله. وصفة ان شاء الله تكون في متناولكم وتعجبكم. المكونات اللي عندنا، عندنا جوج كيسان سميد يكونوا مويال، عندنا نصف كاس زيت، عندنا كاس حليب، زوج حبات بيض، ثلاثة مغارف سكر، وعندنا واحدة لالي فيغ تاع الحلوى 11 غرام فيها. تبعونا دوك نبداو ان شاء الله. الحاجة الأولى نخدمو هي الشربات، هي الأولى دوك نعطيك درامي. خدموا حاجة الأولى الشربات، كما تعرفوا عندكم كاس سكر وجوج كيسان تاع الماء. الحاجة الأولانية نبداو بها، عندنا البيض هو الأولاني. فوالا البيض هكدا ميرو، تانو نقدرو نسير البيض؟ سيوالا تقدر؟ إيه نو سيوالا. دوك خليك نعطيك دير واحدة هاكا. تانا ميزوكش درك. أنا كما راكم تشوفو وسيت البيض تاعي، عندنا نص كاس تاع الزيت، هنا نزيدو تانيك كاس تاع حليب. هنا كاين المكونات السائله نديرهم كامل كيما على خطره. فوالا دوك هنا نخلطو بالفوي تاعنا، ما نستعملو لا روبو لا باطو، غير بالفوي. خلط امير علي، خلط دوك. هنا نزيدو نديرو السكر. السكر ما عندكم، عندكم 3 مغارف تاع السكر هاذيك، السكر مسحوق عادي السكر ديروه. هاي خلط امير مليح، وعندنا رشه تاع ملح. عندكم الفرن تاعكم كوشه تشعلوها الافونس على درجه 180 درجه، شعلوها واحد 10 دقائق الافونس باش تسخن مليح الكوشه. حنا نوجد في البسبوسه تاعنا هنا، ومبطو عندنا الشربات راهي طيب حتى تسخن لي تغلي، نحاول نخلوها تبرد. هنا كما تشوفوا عندنا هنا جوج كيسان تاع السميد هاهم ليك، نديرو كاس ونخلطو. استاذ عامر ها لي نديرو كاس، خلطو هكذا مليح. دوك نعطيك هذا، وهنا نزيدو الدوزيام ها وليك. هاي خلط عامر مليح. امير وشنو؟ واش تقول لهم يشوفوا فيك؟ السلام. واش ثانيك؟ واش تقول لهم ثانيك؟ ثاني حاجة دوك نجيبو سنيوة تاعنا حطوه فيها هذه يا اخي. وعندنا مع الاخر هاليك، عندنا خميرة تاع الحلوى، نديرو شكارة فيها هاليك 11 غرام. دوك هنا نخلطو مليح حتى يتخلطنا المكون تاعنا. كي نخلطوه مليح نجيبو سنيوة ندهنوها بشوية زيت، ونحطو المكون تاعنا لداخل. هنا كيما تشوفو درت شوية تاع الزيت، نمسح كامل البلاط تاعي بالزيت ما مع الجوانب. واسي امير؟ ايه هيا واسي، واسي كامل هنا امير يا اخي. هيا واسي صاحي تولك. انا باش كي طيب طيب لكم بسبوسه ما تلصق لكمش هنايا. ايه يا اخي امير. درك انا ندخل على داخل البلاط تاعي كيما راهي هكذا. ندخل
خليتها واحد 5 دقائق 3 دقائق روبوزات شويه ونحطيوها هانيك وراهي نمشيوها مليح. عندكم الكوشه كما قلت لكم شالو الافونس نمشيوها هكذا شي مهم لي حق داسنا امير اطلع امير دقيقه فوالا هكذا درك انا ندخل الطيبانه ونعاود نولي ليكم ما بطل نوري لكم لا كريم توجدوا باش نحطوها من الفوق. درك انا اسنا امير درك انا الاخر بسبوسه تاعي طيح داخل الكوشه والشربات درتها تبرد وهذه هنا باش نخدم لكم لا كريم اللي نديروها من الفوق. تجي لا كريم بلونش تجي ما شاء الله كيما تشوفوا عندنا زوج كيسان ونص تاع الحليب يعني عندكم نص ريتلا عندكم 3 مغارف تاع السكر عند سكر مسحوق عادي هاوليك وعندكم تاع المايزينا عندكم 2 مغارف وعندكم غرفه تاع زبده وعندكم بطا ياغورت الياغورت تكون ذوق تاعكم كيما تحبوا ديروه نتوما حبيبي تاع فريز تاع الخوخ كيما تحبوا. انا خيرت هنا تاع الباج كيما تشوفوا ها وراهو ونتبع دوك نخرجها البسبوس تاعي نشربها وما بطل نوجد لكم لاكريم قدامكم كيف ديروها. دوك البسبوسه تاعنا هنا كيما راهي سخونه ونشربوها بس الشربات هي بردت لنا دوكا ما نديروش سخون شربات مع البسبوسه سخونه هايلي شربوها مليح حتى وتشرب كامل. درك انا كيما قلت لكم عندنا 2 كيسان ونص تاع حليب عندنا نديرو السكر تانيك نفس السكر نخلطوه نحتوي ندبل نفس السكر هكذا والتانيك عندنا هاوليك مازال نحطوها تانيك انا خلطه كلش هكذا دوك انا نحطهم فوق النار حتى نلقى حقمت روحها ولات لي ماشي ما تويش ياسه بزاف ومش طريه بزاف. درك انا كيما راك تشوفها يتقات لي شويه ندير لها بطايا غوت انا كيما قلت لكم تاع الباش ها وراي يعني الذوق اللي تحبوه نتوما ديروه وعندنا تانيك مرصوص بغرفة تاع الزبدة هايليك ونخلطو مع كلش هكدا كيما راهي سخونة خلطوها باش الزبدة اللي فيها تذوب لنا واللي ما عندو الزبدة اللي عندو المارغارين يقدر يدير مارغارين يعني باش خلط اللمعان تاعها تجي ما شاء الله. درك انا نجيبو البلان تاعنا ها هو راهو نحطو لا كريم اللي وجدناها نحطوها لداخل كامل كامل نفرغو هكذا كيما راهي سخونة قبل ما تبرد لكم لازم كي تبرد ما تمشي لكمش من بعدها. دوكا نمشيوها كيما راك تشوف فيها هكذا خلوها جارية شوية هكذا باش متبقاتش يابسة
نوزنها شويه هكذا. دروك انا نخليها تبرد، حطها في الفريجر تبرد لي. كي تبرد مليح تحكم روحها ونكمل لكم، نقول لكم كيفاش ديروا لها. هنا قد زينا راح نزينوها كما تشوفوا هكذا. هذا عندي ورق مقوى هكذا. هنا راح نديروا له انا سكر، هنا نديروا شيكولا بودر نديرها هذيك، نرشوها قبل عقل يعني التزيين يولي على حسابكم انتم كيف تزينوا. كما راك تشوفوا درت لها كاكاو مزوجيات منه ومن وهنا في الوضع ديرو هنوات كوكا كما راك تشوفوا هكذا. هنا كيفاه جا ما شاء الله، هاولي كيفاه يجي. دوك نقسم لكم مورسو تشوفوا هنا كيف يخرج، يعني ما شاء الله جا طبقات هايل. هنا راني قطعته ها هو راهو، دوك نرفد لكم مورسو. انا قطعت لكم مورسو كيف جا، يعني جا ما شاء الله. وجا خفيف تانيك، جا هايل ها هو راهو، جا فور بالبزاف وعلى البنة ما شاء الله هايل جا. لحقنا نهاية الفيديو، سلام.